أهلا بكم في ترند. نشر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبر حسابه الرسمي في إنستغرام صورة تجمع بسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وعلق سموه قائلا: هذه الصورة صار لها 30 سنة أتمشى مع سيدي ووالد الجميع ومجموعة من خيرة الرجال، والمقصود هو اللي بيسألني عن مدرستي أو شهادتي أو مؤهلاتي بقول له حمد بن عيسى. وقد حصلت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل متابعي سموه. إنجاز مبهر حققه فريق توسيز موتور سبورت البحريني بقيادة السائق سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي 2020 بتحقيق المركز الرابع بعد منافسة شرسة بمشاركة 49 فريق يتنافسون في فعالية ممتدة ل 24 ساعة. وشهدت المنافسات قائمة قوية ضمت 200 متسابق من 37 دولة مختلفة، شملت بعضا من أفضل السائقين المحترفين في العالم. 100 عام هو عمر المبنى الذي نجحت مقاطعة شاندونغ الصينية في نقله إلى مكان جديد على مسافة 76 متر. المبنى الذي يبلغ وزنه حوالي 2600 طن وتصل مساحته إلى 1700 متر مربع استغرقت عملية نقله من مكان لمكان آخر 82 دقيقة، مما حطم الرقم القياسي الوطني الصيني لنقل الأثار الثقافية. فيديو عملية النقل أثار دهشة الآلاف في مواقع التواصل الاجتماعي. تداولت صفحات إخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي خبر إطلاق أول روبوت لتقديم الخدمات للمرضى المصابين بفيروس كورونا. ابتكره أحد طلاب جامعة المنصورة لتقديم الخدمات إلى المرضى بمستشفى العزل للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية وحمايتهم من انتقال العدوى إليهم وتقليل فترات التعامل مع المرضى. للروبوت مميزات عديدة، منها أنه يعمل بواسطة التحكم عن بعد بواسطة بطاريات شحن تستمر من 4 إلى 6 ساعات، ومزود بكاميرا تنقل صورة عن طريق الهاتف للممرات والمريض الذي سيتم توصيل الطعام والمستلزمات له. كما تم تزويده بدائرة صوتية للتحدث مع المريض للتعرف على احتياجاته. حماية كبار السن خلال كوفيد-19 وما بعده هو شعار اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين لعام 2020، والذي يصادف 15 يونيو من كل عام. وتم اختيار هذا الشعار هذا العام لأن كبار السن هم أكثر عرضة لخطر الوفاة والأمراض الشديدة بعد الإصابة بفيروس كورونا. لذلك عليكم الالتزام بالإجراءات الوقائية لحمايتكم وحماية ذويكم من كبار السن كي لا تكونوا سبباً في إصابتهم بالفيروس. نلقاكم باكر في أمان الله.